أنا ما سياسي أنا صراحة. أنا من الناس الأولى اللي ما أعرف سياسة. ما بقينا العود استقال حد عن حد. المصلحة العامة اللي هي المصلحة العامة خاصة هناك إنسان يجي استقال من كلام ولا كذا الحساسيات موجودة. ولكن نتمنى منك العود منك غاضي ومنك وكيل ومنك غالي الجهة العود هذا كامل العود منها. المسؤولين ماشي واحد ولا هم واحد كاملين ولا هم قرانين يقول لك كاملين فهمتني؟ يا قائد هذا خاصنا احنا نقولوا ما انت مساعد اليوم احنا ما نحاولش نجينا برا احنا مستقلين وهي ارضنا وباقي صادقنا نحضروا فيها وباقي نحضروا فراينا وباقي نعتمد عند كلمتنا والحساسيات الموجوده عندنا نقوم اللي حد بعد عارف ما بالنسبه للوالد تعود عارفه ما هو اللي جاء يستغلوا والله يغلوا على الاستخدام لا المصلحه العامه من إخبارك وهو السلام عليك بالتعرف عليك انت طلبت منا تعاونوا معك انا ماني سياسي انا صراحه انا من الناس الاولى اللي ما اعرف سياسه هون نقول لك عندك توصيات الملك هذا القليل عنها توصيات عامه ما فيها خاص توصيات عامه والمواطنين عند الملك ما فيهم رقم واحد ولا فيهم رقم جوج كان بحال بحال وهذا خاص من بعض عين الاعتبار وخاص يفضل قضية ثانية ما بقينا العود استقال حد عن حد المصلحة العامة اللي هي المصلحة العامة خاصة هناك الإنسان يجي يستقال من كلام ولا كذا الحساسيات موجودة ولكن نتمنى منك في العود منك غاضي ومنك وكيل ومنك غالي الجهة العود هذا كامل العود منها ها هو نتمناو به لأنه هذا علاش قلتوا أنه خلاص من الخطأ اللي عندنا نقول هذا في الماضي اليوم انت معالي الوزير خايل اللي يتكلم يوجه وخايل اللي يتكلم يقاضوا احنا اللي نتكلم فيه ما هو توجيه حق عندك معناها صراحه مع المواطن اليوم احنا عندنا مشاكل اقتصاديه ومشاكل انا صيفتي يا رئيس جمعيه المهنيه بليبل عندنا هون ثروه الحيوانيه مربيه عندنا الثروه الحيوانيه وبالاخص في البلد ما شفت انقرض اذا نقول لك ديروا عليه دراسه ما عندنا لا كلام عادل والله ما قلناش ان احنا هون كنا ما هذا الساكن هون كان على قدها كلها مرات سبع زوايا ثمانيه عشره وعاد عنده ولد وعاد مقرب فيها اولاده وعاد متنعيش فيها وعاد الدولة ما هي عاطين الناس كاملين ما تتوظف في الحد وهذا ماشي منقرض ثروة الحيوانية بالاخص ماشي منقرض علاش منقرض؟ من هي كانت عندنا ثروة الحيوانية ثروة عايمة ماشي عند ماشي بحال هي عندها حواش وعندها مساكن وعندها مخازن وعندها بد من ما جات الشتاء هذا احنا ما عندنا اذا عندها راهي ماشي وماشي بمعنى الكلمه ماشي راهي الناس كامل عاد تبيع وكامل عاد تهرب عنها وهذا اختار لكم شهور عين الاعتبار انه داخل التجاره وداخل التنميه وهي نقطه اساسيه ولا خاص حد يشوفها ويشوفها على مستوى درسه ويشوفها على مستوى معقول انه هذا ما انه عاد من الطنجه اللي هوناتي كامل يتلاحقون في منطقه الداخل والداخل اذا ما تتحمل الناس اللي كانت عندها ثروه الحيوانيه هم ثلاث ساعات باش تمشي فوق وتمشي فوق طريق ما تنخل طريق هذا العام الجاي خاصهم توفروا العلف اللي دخل كامل ثروه الحيوانيه وذاك ما يقدر هم منعوا العود العود الصعيد شوي هاي من جهه ثانيه هاي الناس الساكنه اللي هي كلها عنده اراضي اصلا عنده 40 عام كلها عنده شي 200 هكتار شي 100 هكتار ودور لها فران ما احنا ما استقلينا والدوله ما استقلته والدوله استقل من طريق حدا نزل المواطن يقول احنا ما استقليناه والمواطن ما نعطيه الدوله وعبدوا الورق وهذا علاش؟ هو لان مواطن مغربي وخاصه يساهم التنميه وخاص فرضه تعدد له وخاص نعطى له اوراق قد هو يعدلها ما قد يعدلها يجي مواطن مغربي ثاني يعدلها وهذا لو ياسر من زمن والناس شافية منه ومضيعة من بعض الأحيان قال الناس تنقلع من هذا وهذا ما هو معقول
هاي الناس هاي الساكنة ذي ساكنة وعندها 40 عام الحمد لله مستقلة ومنطقة خاصة انتم تعرفوها كاملين وخاصة عامل معقولة وخاصة فقاد وخاصة يعود ما فيها نقص وخاصة تمشي قدام ما خاصة يعود مسؤولين ماشي واحد ولهم واحد كاملين ولهم وطنيين يقول لك كاملين فهمتني؟ يا قال هذا خاص نحن نقولوا ما انتم مساعدين اليوم احنا ما نحاولش نجينا نقرر احنا مستقلين وهي ارضنا وباقي نفرضوا نحضروا فيها وباقي نحضروا فراينا وباقي ناخذ عندنا كلمتنا والحساسيات الموجوده عندنا نقوم اللي حد بعد عارف ما بالنسبه للوالد يعود عارف ما هو اللي جاء يستغلوا والله يرضوا على مستخدم لا المصلحة العامة هاي الساكنة اللي هي مواطن كامل سياني واحدا ونقول لك عنها كلها خالد ثاني وكلها جده وكلها عمه وهذه هي طبيعة الساكنة اللي هي الساكنة الأصلية نتكلم معها اليوم بغينا عندنا قضية تجارة بغينا جينا ترد نفتح لنا باخرة جينا مصباني بغينا الناس اللي تجي في الطيارات كذا جاي كل ما يعودوا يطبقوا عليها الديوانة مرة جايبة كل معها لفت وفيها اللي تعشي بها ولاد تطبق عليها الديوانة بغينا هذا المشكل ينحل بغينا الطيارة اللي جاي فيها من الكوريات ما يعود الديوان شنو بقينا ما يوفى وبسيط ويقد يعد فهمت معناها على هذا كامل لا فهم النور معناها على هذا هو الكلام وهذا هو التوجيه بغيت نقول لك مرحبا بكم السلام